مرحبا، أنا موجود على مدخل مدفن أول ملك لجبال منعرف اسمه، ملك أبي شامو، اللي حكم تقريبا سنة 1800 قبل الميلاد ومدفون هون. المدفن هو عبارة عن سرداب محفور بالتلة الصخرية اللي مبني عليها جبال القديمة، ومكون من جزئين، مكون من الغرفة المدفنية اللي فيها النبوس الحجري تبع الملك، ومكون كمان من البير اللي محفور لقدروا نزلوا هيدا النبوس. هالمدفن هو جزء من 9 مدافن ملكية بتعكس شو تلاقى فيها العلاقات المميزة الموجودة بين جبال ومصر على الصعيد الثقافي، السياسي والديني. أنا اسمي شارل حايك، تابعوني على Heritage and Roots.